السلام عليكم. اليوم سوف نتحدث عن إحدى المشاكل التي يقع فيها بعض اليوتيوبر أو الذين يستخدمون برنامج المونتاج أو أدوب بريمير برو. نعم، كما ترون في الظاهر أمامكم في الصورة، هذا المشكل سوف نتطرق إليه كيف نقوم بحل المشكل. هذا المشكل الظاهر أمامكم، خلونا نوريكم كيف. أولا لازم يكون عندك ويندوز 10، يعني أو ويندوز 10. إذا ما كان عندك ويندوز 10 لن تستخدم برنامج أدوب بريمير برو، لأنه يستخدم في الويندوز 10. ثانيا لازم يكون عندك الويندوز 10 حدث، يعني الابديت الاخير. ثالثا اذا كنت محدث ويندوز 10 وظاهر عندك هذا المشكل، لازم تدخل الى متصفح جوجل وتبحث عن ادوب فلاش بلاير وتقوم بتسطيبه وعمل ابديت له، وبهذا في الاخير سوف ينحل المشكل عندك. سوف ادخل للادوب بريمير برو واوريكم المشكل اللي كان عندي ولقد انحل. كما ترون المشكل لم يبق. اذا في الاخير لا تنسى الضغط على زر الاشتراك واللايك، وشكرا على المشاهدة.